يبقى كده حضرتك يا باشمهندسين انا فهمت البرنامج حاليا خلاص، البيك فاكتور المينيمم فاكتور، فهمته نوع التصرف السيويدي سواء كان سكني ريزيدنشال سواء كان مسجد سواء كان كوميرشال ايا كان النوع بتاعه. فاضل اخر حاجه ان انا عايز اعرف البابوليشن، عايز اقول للراجل ده كل نقطه في المان هول بتاع حضرتك بتاخد بابوليشن قد ايه، يعني ده مثلا التعداد السكاني بتاع البلد دي مثلا وليكن كان 200,000 نسمه. طيب ال 200,000 نسمه اللي بيخدمهم كل المان هولز دي، فبجيب ال 200,000 نسمه بقسمهم على المان هولز اللي عندي اعرف كل مان هول بتخدم قد ايه بابوليشن. طبعا سيادتك لو المشروع كريتيكال جدا بتمشي خطوه خطوه، يعني بتروح على كل مان هول تقول اه ده الراجل ده بيخدم حوالي مثلا 100 فرد، الراجل ده بيخدم 50 فرد، الراجل ده 300، المكان ده ده جوه المدينه عليها افراد كتير، ده لو الموضوع كريتيكال جدا. لو تقريبي زي ما انا قلت لحضرتك بجيب التعداد السكاني بتاع المنطقه كلها اقسمه على عدد المان هولز الموجوده عندي. طيب ادخل الكلام ده ازاي للبرنامج؟ افهمه ازاي اصلا البرنامج؟ فبخش اولا بخش على رايت كليك على اي نقطه ممكن اقف كليك يمين عليها واقول بروبرتيز او دبل كليك عليها. بخش على حاجه اسمها الانفلو سانيتري لودنج، الانفلو سانيتري لودنج وبقول له اد من هنا. طيب بختار من هنا واقول له اد يونت لود، يونت ايه؟ لود. نوع ايه بقى؟ اقول له وليكن ريزيدنشال. في كام فرد بقى موجود هنا؟ اقول له وليكن النقطه دي عليها 50 فرد ريزيدنشال. يبقى كده الراجل هيضيف لي على النقطه دي 50 فرد. او دبل كليك تاني اقف تاني على الانفلو سانيتري اقول له برضه اد يونت لود وليكن المسجد، النقطه دي عندها مسجد. المسجد ده وليكن بيصلي فيه 10 افراد مثلا. يبقى الراجل عنده 10 افراد، الفرد الواحد 50، ويبقى فاهم ايه؟ الجزء ده. يبقى كده المان هول دي اخدت التصرفات بتاعتي، المان هول بتاعتي، ده لسه، ده لسه وهكذا. لما اضغط دبل كليك على الراجل ده اخش اضغط اعرفه المان هول. ده الطريقه اللي انا بقول لحضراتكم لو انا همشي نقطه نقطه على كل حاجه، يعني انا هروح على كل مان هول اقول له دي بتاخد كذا ريزيدنشال، دي بتاخد كذا ماسك، دي بتاخد كذا اندستريال، دي فقط بتاخد ريزيدنشال وهكذا. طبعا انا مش هعمل كده. احنا قلنا مش هعمل الطريقه دي كده، هقف عليهم الاثنين واعمل لهم ديليت خلاص. اقول اوكي. انا عايز ادخل دايركت البابوليشن عند كل النقط مره واحده. فبروح على قائمه تول، بروح على سانيتري لود كنترول سنتر. سانيتري لود كنترول سنتر. بقول له يس بالشكل ده. بقول له اد. اد سانيتري لود. اد سانيتري لود بالشكل ده. فين؟ هختار من هنا كده. هلاحظ ان الراجل ما اختارليش غير المان هولز لانه عارف ان انا عندي التصرفات عند المان هولز وبعضيها. وبقول له اوكي. بيسالني بقى انت عايز تدخل ايه؟ هقول له انا عايز ادخل سانيتري يونت لود. قيمته بكام؟ هقول له ده ريزيدنشال. كام؟ هقول له وليكن انا عندي عدد السكان مثلا، تعالوا بقى عشان نعرف كل نقطه بتخدم قد ايه. هقول له اروح على فلكس تيبل للمان هول هلاقي ان عددهم 97 مان هول. وليكن انا عندي التعداد السكاني كان 100,000. على كده 100,000 على 97 مان هول، يبقى المان هول الواحده بتخدم حوالي 1030 شخص. ده المان هول الواحده. فاروح على قائمه تول سانيتري لود كنترول سنتر يس زي ما احنا قلنا اد اد سانيتري لود، اختار كل المان هول اوكي. هروح هنا اختار اليونت لود هقول له ده بقى سكان بيخدم 1030 شخص. 1030 ايه؟ شخص. واقول له اوكي. بالشكل ده. يبقى الراجل اللي انا دخل لي فيكسد لود موجود بالكامل عند كل المان هولز الموجود عندي. طب نفترض نقطه زي دي كان عندها مسجد، يبقى دبل كليك عليها زي ما احنا قلنا. دي بقى هضطر اروح انا مانيوال اختار. دبل كليك عليها مانيوال واختار واقول له انفلو. واقول له دي عندها خلاص 1030 وعندها مسجد، معلش انا اسف، ريزيدنشال خاص. واقول له نيو يونت لود واختار الراجل ده واقول له عندها وليكن 50 شخص بيصلوا مثلا في المسجد ده. واقول له اوكي. نقطة زي دي كان عندها مثلا كوميرشال، اقدر اختارها واضيف الكوميرشال واقدر اضيف كل اللي انا عايزه على طول بسهولة.